بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. I would like to welcome you all to Riyadh, Saudi Arabia. I will start with a quick speech in Arabic, then in English. It is a great pleasure to really be here to you, with you today and welcome every one of you virtually to this very important scientific summit. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أصحاب المعالي والسعادة السادة المتحدثين الدوليين ومحليين ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في سنة الرئاسة لدول مجموعة العشرين أرحب بكم جميعا في حفل إطلاق قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية والمؤتمر العلمي المصاحب لهذه القمة بعنوان الشراكات الاستراتيجية للصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني الشؤون الصحية بالتعاون مع الأمانة السعودية بمجموعة العشرين والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية كأحد برامج المؤتمرات الدولية على هامش فعاليات السنة الرئاسية للمملكة العربية السعودية لمجموعة دول العشرين للعام 2020 وبهذه المناسبة يشرفني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله جميعا أصدق التهاني والتبريكات على نجاح اجتماع القمة الاستثنائية التي انعقدت بدعوة من المقام الكريم في 26 من مارس الماضي وعبرت خلالها الدول الأعضاء عن التزامها بالعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة وباء COVID-19 وإنما تحقق ولله الحمد من أصداء واسعة ومؤثرة لهذه القمة الاستثنائية على صناع القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم يأتي مؤكداً على مبادرة على قيادة وريادة المملكة في هذه السنة الرئاسية رغم الظروف العالمية التي نعيشها في العام 2020 جراء تفشي هذه الجائحة كما يسرني كذلك أن أرفع لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني خالص الشكر والامتنان والعرفان على دعمه للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تنظيم هذا المؤتمر بهذه الصورة المشرفة والتي عكست مدى التطور الرقمي الصحي لوطننا الغالي على المستوى الدولي وتسليط الضوء على جهود المملكة المتميزة في التصدي لهذه الجائحة والإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الطاهر إنما قامت به حكومتنا الرشيدة في مكافحة الجائحة وما اتخذته من قرارات حكيمة وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعيات هذه الجائحة ودور المملكة الريادي عالميا كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء حيث أصبحت هذه الجهود مثالا يحتذى به ومنهجا يتبع وخير شاهد ما تحقق مؤخرا بفضل الله تعالى وتوفيقه من إدارة استثنائية وتقنية لحج هذا العام 1441 وخلوه من الإصابات مما يدعو للاعتزاز والفخر حيث جاء هذا النجاح المتميز استكمالا لسلسلة النجاحات في التصدي لهذه الجائحة في وطننا الغالي ويسعدني أن أتقدم بالشكر لأخي معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيع وزير الصحة على دعمه لإنجاح فعاليات هذا المنتدى ولا يفوتنا أتقدم بالشكر على الجهود الكبيرة في تنظيم هذا الحدث المتميز والتي قامت به الأمانة السعودية لمجموعة العشرين وعلى رأسها معالي أخي الدكتور فهد بن عبد الله التونسي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين والشكر موصول لأخي معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية على ما قدمه المركز من دعم كبير واهتمام الشخصي من خلال بناء
الشراكات الاستراتيجية في مختلف الدول والأعمال على والإعمال على إنجاح هذه القمة العالمية، والتي ولله الحمد يتم انعقادها بشكل افتراضي عن بعد بما يتناسب مع المرحلة الحالية في تفشي هذه الجائحة العالمية. كما أتوجه بالشكر ضيوفنا الكرام من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجلسات والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها على تلبية الدعوة ومشاركتنا فعاليات هذا التجمع العلمي المتميز، والشكر لكل المسجلين عبر المنصة الإلكترونية لهذه القمة، ولكل من ساهم في إنجاح هذه القمة العالمية والمؤتمر العلمي المصاحب لها، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد وأن يحقق هذا التجمع العلمي الأهداف المأمولة بما يخدم المستقبل الزاهر للرعاية الصحية الرقمية ومكافحة الأوبئة في جميع أنحاء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To collaborate and address unprecedented global crisis, I would like to thank every one of you in taking the time to join us today. I'm thrilled to welcome you and welcome over 100,000 participants from 110 countries around the world. Wherever you are, I hope that one day I will be able to welcome you personally to Riyadh, where you are always welcomed. COVID-19, of course, has changed all of our lives in an unexpected way. None of us have experienced anything of this scale and magnitude in our lifetimes. I don't think it is exaggerated to say that this is the worst human disaster in recent history. Every country, city, and individual has been affected by this coronavirus. Today, the stats report nearly 20 million infected people and well over 700,000 across the world of death. While we are in many ways that we don't see the virus, the damage it has caused and continues to damage is only too visible. We are currently engaged in a war against this virus, a war that has already resulted in loss of many lives. SARS-CoV-2 has caused a tremendous personal, social, and economic hardship. I'm sure that all of you agree with me that this pandemic has created and continue to create a deep and permanent scar. But as you know, every cloud has a silver lining. At this age of continuous connection and digitization, COVID-19 has opened up new opportunities for us to connect, learn, innovate, and think about how we can better fight communicable diseases. The response to this pandemic has required strong and unified global leadership, and any lessons that are learned should not be wasted. I believe COVID-19 has brought the importance of public health to the forefront as a critical global health security issue. In addition, digital health has played a crucial role in the fight against COVID-19. And now is the time to better leverage digital health to deliver global and unified approach for the current and future disease outbreaks. I believe digital health represent the very best of combining modern technologies, medicine, science, and innovation with data and public health to the benefit of the health and well-being of the humanity. A very powerful recent example, the Kingdom of Saudi Arabia has successfully managed the religious mass gathering for Hajj pilgrimage, despite the clear threats posed by this pandemic.
This was achieved by advanced digital technology, reflecting the Kingdom leadership and its global role and responsibilities in taking strict public health precautions to ensure a healthy Hajj for all pilgrims and the international community as well. I would like to take this opportunity to thank and congratulate His Majesty King Salman ibn Abdulaziz, the custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz for their leadership during this important time. This virtual event, organized by the Ministry of the National Guard Health Affairs, the Saudi Center for International Strategic Partnership, and the Saudi G20 Secretariat, in collaboration with the Saudi Ministry of Health, brings together all relevant stakeholders to work together to discuss coronavirus pandemic through an enhanced digital public health leadership. You will hear from renowned scientists, clinicians, academicians, public health leaders, and health policy makers from all over the world. The organizing committee and the advisory board has selected carefully the most relevant topics to address, from digital epidemiology, pandemic prediction models, to communication and health policy. We aim to promote digital health technologies and their critical role in enabling public health solutions in the fight against pandemic across many domains, including monitoring, surveillance, detection, prevention, and mitigating the impact of the disease on health and care system delivery. We hope to foster responsible and well-governed use of data to fight pandemic, just as importantly, to maintain the public health trust and best cybersecurity practices. I am overwhelmed by the amazing support from my colleagues all over the world, which was apparent from the very beginning of our preparation for today. I would particularly like to thank the organizing committee, the advisory board, chairs and co-chairs of the sessions, the speakers, and indeed every attendee. We conclude today. I conclude today by announcing that tomorrow, the summit recommendation will be announced as a declaration for the Riyadh Digital Health during pandemic. It will be chaired by His Excellency Dr. Tawfiq Rabia, Minister of Health, Saudi Arabia. Please join us tomorrow for this important session. Once more, welcome to Riyadh. Please enjoy this exceptional and timely session. Thank you very much.